أبيغايل مشغولة ولا وقت لديها لمثل هذه المطاردات عديمة الفائدة يا بانشو. فهي ليست طفلة بعد الآن، بل لديها بلدة تهتم بشؤونها. أنت لا تريدينها أن تطارد الأشباح فحسب. من اللطيف دائما رؤية وجوه جديدة في البلدة. أمر جيد معرفة أن جانبنا الصغير من العالم لم ينسى بعد. جيد للجيب أيضا إذا أردت إلقاء نظرة على المعروضات في المتجر. أحب الخرائط القديمة، عندما كنت صغيرة كانت دائما تؤدي إلى الكنز. دائما ما تزيد من إحساسي بالضياع. أنا لارا بالمناسبة. بيلار، لا تشبهين السياح الذين اعتدنا رؤيتهم. أنا في الحقيقة عالمة آثار. أجل، سيكون هذا أكثر ملائمة على ما أعتقد. عليك التحدث مع أبيغايل، فهي على دراية بتاريخ هذا المكان أكثر من أي شخص آخر. التقينا من قبل، كانت أبي لطيفة، استضافتني أنا وصديقي أثناء زيارتنا. حسناً، إذن أنت ضيف مرحب به في كواكياكو. شكراً، هل تحتاجين للمساعدة في فهم الخريطة؟ لم تكن موجهة لي. أخفيت الحقيقة كما ستكتشف أبيغايل، ولكن لتكتشفها عليها أن تذهب في رحلة إلى الماضي. لم تكن ماريانا شاعرة. ماريانا جدة أبيغايل، فقدناها بسبب السرطان في هذا اليوم من العام الماضي في الواقع. آسفة لسماع هذا. أرادت ماريانا أن تحصل أبيغايل على الخريطة في ذكرى وفاتها السنوية، لكن لست متأكدة. لا أعلم إن كانت مستعدة. الأمر لا يخصني، لكن إن كان هذا يساعد، ماريانا آمنت بذلك. أنت محقة، ليس القرار عائداً لي أصلاً، أليس كذلك؟ هل تمانعين إيصال الخريطة إلى أبيغايل؟ ملاحقة تلك الفتاة أشبه بوظيفة بدوام كامل، لكن ساقايا لا تسعفانني. لا أبداً. أرادت جدة أبي لها أن تحصل على هذه، لكن لما؟ لم يبدو أن بيلار تعرف السبب. لابد أن للأمر علاقة بالأحجية التي كتبتها في الخلف. لقد أخفيت الحقيقة كما ستكتشف أبيغايل، ولكن لتكتشفها عليها أن تذهب في رحلة إلى الماضي. أبي، معك لارا. مرحبا أيتها الغريبة، كيف حالك؟ وكيف حال جونا؟ جونا بخير، إنه مع صديق. صديقة، ها؟ ما اسمها؟ اسمه أوتشو. اسمعي أبي، أنا في كواكياكو ووجدت خريطة قديمة كانت لجدتك. هناك رجل عجوز في البلدة يدعى دييغو، إنه المسؤول عن الحديقة العامة. أعتقد أنه مهتم بالخرائط، ربما يمكنه إلقاء نظرة. هل قابلتني هناك؟ أنا قادمة. هل أساعدك؟ أنا صديقة أبي، اتفقنا أن نلتقي هنا، نريدك أن تنظر إلى الخريطة التي معنا. أوه، حسناً، لنلقي نظرة.
هذه الخريطة عمل فني رائع، التفاصيل رائعة، يسعدني أنها ما زالت صامدة كل هذه السنوات. أنت تعرفها صحيح؟ قد أكون كبرت بالعمر قليلاً ولكني لا أنسى عملي أبداً. لقد طلبت مني جدة أبي أن أرسمها، تذكرت الآن، كان من المفترض أن تكون هدية لأبي. توجد بقع هنا، 3 بقع، أترين؟ لم أضع هؤلاء هناك. تبدو رائحتها مثل الليمون، أليس كذلك؟ الليمون؟ يمكن استخدام عصير الليمون كحبر لكي؟ قد تكون هناك رسائل بالحبر السري على الخريطة، أيمكنني استخدام موقدك؟ تفضلي. إذن كيف يعمل هذا؟ عصير الليمون عضوي، لذا عند تسخينه سيتأكسد ويصبح بنياً، وستظهر الرسالة السرية. مرت سنوات كثيرة، أتظنها ستظهر حقاً؟ سنكتشف ذلك حالما تصل أبي إلى هنا. نكتشف ماذا؟ تحدث عن الشيطان. أنا كالملائكة يا دييغو، أنت تعرف هذا جيداً. ولكن ليس عندما كنت صغيرة. أبي، وفقاً لما قاله دييغو، طلبت جدتك منه أن يصنع الخريطة لأجلك كهدية. لما قد أحتاج إلى خريطة للقرية، أعرف المكان وعيناي مغمضتان. هناك المزيد، أخفت جدتك شيئاً ما هنا في الورقة، من الصعب رؤيته، أعتقد أنها رسالة سرية. استخدمت الحبر السري. الحبر السري، حقاً. حسناً، إنه مجرد عصير ليمون، ولكن... لكنه يقوم بالمهمة. إذن ما هذا السر؟ لا أعرف، أتسمحين لي؟ لنلقي نظرة. انظري، هذه الرموز، إنها 3 علامات إكس. إكس تحدد المكان. رائع يا جدتي. هل هذه النقاط بعيدة من هنا؟ لا، هل يجب أن نفترق؟ طبعاً، سأتولى النقطتين هناك. شكراً. استخدمت ماريانا جدة أبي عصير الليمون كحبر
الفندق. الأماكن ممتلئة، لا أستطيع حمل المزيد. مستحيل، لا يمكنني حمل المزيد. Yeah.
توجد حافة بثلاثة جوانب في إحدى النواحي، ويبدو أنها نحتت يدوياً. مثير للاهتمام، الناحية الأخرى محطمة وكأنما تم سحقها. ليست هذه سوى جزء من شيء أكبر. لدي مساحة كافية لهذا. تبن! أبي، كيف حالك؟ قاربت على الوصول، أيا كان ذلك. وأنت؟ ابحثي عن قطعة من الحجارة بها ثلاث حافات مدببة. وجدت واحدة، بقيت قطعتان. الأماكن ممتلئة، لا أستطيع حمل المزيد.
منحوتة باليد من جانب. ومحطمة من الجانب الآخر. إنها قطعا جزء من شيء أكبر. تكاد تبدو مألوفة، لكن أتساءل. لارا، أظنني وجدت إحدى تلك القطع الحجرية هنا. وجدت البقية. والآن ماذا؟ فلنضعها معا ونرى ما تحاول جدتك إخبارك به. فهمت بلار جدتي أفضل من أي أحد. قابليني في منزلها. كنت آمل أن أبيجايل ستكون معك. إنها في الطريق. مرحبا عمتي. مر وقت طويل يا طفلتي. دعيني أراك. أرى أن شعرك ما زال قصيرا. عمتي، وجدنا شيئا ما في خريطة جدتي. في الحقيقة قد يصبح شعرك أفضل أيضا الآن وقد رأيتك مجددا. أنتما الاثنتان، كالفتيين اللذين يطاردان. رجاء عمتي، لما أرادت جدتي أن أحصل على هذه الخريطة؟ أستحق أن أعرف. هل تتذكرين القصص التي كانت ترويها جدتك عندما كنت طفلة؟ عن ذلك المكان السحري الخفي الذي بناه أسلافك؟ نعم، ولكنني نضجت وكبرت هي أيضاً في السن ولم يحدث أي شيء سحري. ولكنها لم تنسى وعدها. إنه هناك بين يديك. لما الآن؟ أنا مجرد وصية على الخريطة، ومهمتك هي معرفة الغرض منها. أبي، أياً كان ما ستكشفه هذه الخريطة فسيقودنا للمكان الخفي ويجيب عن أسئلتك. آمل هذا. حسناً، فلنلقي نظرة. إذا وضعنا كل جزء على الخريطة حيث تم العثور عليه هكذا. هذا هو تشاكانا، صليب الإنكا. إنه يمثل المستويات الثلاثة للوجود، يمثل العالم العلوي والأوسط أي عالمنا والعالم السفلي. إنها تمثل أيضاً الأشياء التي تجعلنا بشراً، مثل القدرة على الحب والتصرف واكتساب الحكمة. ولكن إذا كنت أتذكر جيداً، يقال إن مركز تشاكانا يمثل كوسكو، عاصمة إمبراطورية الإنكا. بحسب محتوى الخريطة فنحن نبعد عن هناك مئات الأميال. هناك العديد من التفسيرات للتشاكانا. كوسكو بوابة من عالم لآخر، ويقال أيضا أنها عين الآلهة، الحارس الذي يراقبنا جميعا. إذن ما الذي نبحث عنه؟ أعني يجب أن يشير هذا إلى شيء ما، أليس كذلك؟ لنلقي نظر عن كثب. لا بد من وجود شيء نعجز عن رؤيته. شيء هنا. ظننتها بقعة صغيرة للوهلة الأولى، ولكن في هذا الضوء تبدو كحرف من لغة المايا. من المايا؟ هذا ليس منطقيا. نحن من الإنكا، ماذا تعني؟ هاهيل تعني الحقيقة. الحقيقة؟ حقيقة ماذا؟ لا أعرف. هل يعني هذا المكان على الخريطة شيئاً لك؟
كنا نجلس أنا وجدتي هناك حيث كانت تحكي لي قصصا عن المكان الخفي. ربما ستجدين إجاباتك هناك. مستعدة؟ أبقى الخريطة معك، سأقابلك هناك. ظننت أن القطع تبدو مألوفة، لن أعرف حتى أضع جميع القطع معا. إنها التشيكانا، صليب الإنكا. هناك العديد من التفسيرات للصليب التي أثارت الجدل بين شعب الإنكا أنفسهم، لكنه يظل رمزا بغاية الأهمية. أبي، أبقي اللاسلكي قريباً منك، سأتصل إن عثرت على شيء. يبدو هذا جيداً، احترسي وأنت هناك. أعتمد على ذلك. علي فتح البوابة. هذه البنية المعمارية تعود للمايا. غريب جداً، لماذا تريدني جدتي أن أعرف عن هذا المكان؟ لابد أن هناك طريقة للعبور. يبدو أن هذا الجسر يعمل مثل الآخر.
تسلق. هذا ليس منطقيا. ماذا وجدتي؟ إذا كان علي التخمين فهذا المكان برأيي ورشة حدادة كبيرة، ولكن قياسا على هذا ما الذي تتطلب صناعته هذا القدر من الحرارة؟ أسفة، ليس بوسعي مساعدتك في هذا المكان. يمكن تسلق الحائط الموجود خلف البندول. البندول. هذا ليس منطقيا. ماذا وجدتي؟ إذا كان علي التخمين فهذا المكان برأيي ورشة حدادة كبيرة، ولكن قياسا على تتطلب صناعته هذا القدر من الحرارة. آسفة، ليس بوسعي مساعدتك في هذا المكان. يجب أن أعود للأسفل لرفع المنصة ثانية.
يرقد هنا الرب. أبي، وجدت رسالة كتبتها جدتك. يجب أن تعترف فيها بقتل رجل من حماية نفسها وحماية القرية. أسمته بالرجل المفقود من بورفينير. أيعني لك ذلك شيئاً؟ أذكر عندما كنت طفلة كانت هناك عملية بحث، فقد اختفى أحد العمال ولم يعثروا عليه أبداً، وبعدها بوقت قصير جف ما تبقى من النفط ورحلت شركة بورفينير. قتلت جدتي ذلك الرجل؟ جدتي؟ لا أظن كان لديها خيار. ها
أبي، مذكرات جدتك معي. لقد كتبت رسالة لك، ستودين قراءتها بنفسك. يبدو ما كان يمكن عبوره. لا يمكنك تركك المعلقة هكذا. هيا أخبريني، ماذا تقول الرسالة؟ ملخصها: أنت زليلة أباراني، ملكة المايا من جهة جدتك، وأنت الأخيرة في سلالة طويلة من الحاميات اللاتي. ماذا؟ الملكة أباراني؟ يبدو ما كان يمكن عبوره. هل جدتي لها صلة قرابة مع إحدى ملكات المايا؟ مهلاً، أنا قريبة إحدى ملكات المايا. أجل، أنت حامية وفقاً لما قالته جدتك. كل شيء مذكور هنا. ما الذي يعنيه ذلك؟ أنا لست حتى من المايا. أنا هذا اليوم مليء بالصدمات. على بلار شرح الكثير من الأمور. يبدو ما كان يمكن عبوره. إلى هنا تعددت النظريات بشأن ما حدث لشعب المايا، منها الغزو والحرب الأهلية وانهيار طرق التجارة. لكن أشهر النظريات هي أن حضارة المايا تعرضت للفناء بسبب فترة من التغير المناخي الحاد، ربما كانت تقودهم بعيدا عن الجبل. لفة أخرى سترفع المنصة لأعلى. إلى أين ذهبوا؟ يبدو أن المدفونين هنا كان ارتباطهم وثيقاً بالمكان وبما كان يحدث فيه.
هل وجدت المكان الخفي؟ كانت ورشة حدادة، لكن شيئا أكبر أيضا. نعم، إنه مكان دفن ملكة المايا أبرانة، الحارسة الأولى لكواك ياكوب. لقد شيدت الورشة لبناء قطعة أثرية ذات قوة عظيمة. أي قطعة أثرية؟ لا أعرف. أخبرتني ماريانا أن من نشأ من هذا المكان قد ضاع، ولكنها قالت إن الرسالة التي يحتويها ستظل للأبد. إنها رسالة أمل للمستقبل. إذا كنت تعرفين كل هذا، لماذا لم تخبريني؟ آسفة، لقد قطعت وعداً لماريانا. ماذا؟ من المفترض أن أقبل واقع أنني من المايا فجأة؟ لقد ضعف خط دم سلالة أبران على مر القرون، ولكنك من سلالتها. إذن ماذا يعني هذا؟ أنت حارسة يا أبيغايل، كما كانت ماريانا ووالدتها من قبلها وحتى عصر أبران. لا يمكنني أن أكون حارسة، لدي مسؤوليات هنا يجب أن... لقد حميت هذه القرية لسنوات، أولم تشعري بذلك ولو قليلا؟ أو حتى شعرت بأنك ملزمة بطريقة ما؟ أنت حامية القصة الآن. هذا ما اعتادت جدتي قوله، كانت تقول إن واجبها أن تحفظ قصتها وأن تحافظ على سلامتها. وعدتني بأنه في يوم من الأيام ستريني مكانها، وبعدها سأكون أنا من يحفظ قصتها. لم تنسى وعدها، ولكنها لها طريقة مختلفة في إظهار الأمر. إنها تشبهها كثيراً، أليس كذلك؟ كان بإمكانها إخباري بدلاً من جعله كرحلة بحث عن كنز. لقد أحببت جدتك وكأنها كانت أختي، ولكنها كانت مزعجة جداً أحياناً. أبي، سأترككما للتحدث، يبدو أن لديكما الكثير لمناقشته. شكراً لك يا لارا. هاكي، أريد أن تأخذي هذا، شكراً لك على مساعدتك. وقبل أن تقولي أي شيء، إنها عاداتنا، لذا لا يمكنك الرفض. شكراً.